السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كتسمعوني في هاد اللايف. السلام عليكم اخوتي الطلبه، اخواتي الطالبات، نتمنى تكونوا بخير. نقدم لكم راسي، انا سميتي نهيله فتحي، انا كاينه في السنتر عند محسن. اليوم هو اللي اعطاني اللغه باش ندير لكم اللايف. ان شاء الله نبدا معكم كونطابيليتي ازيرو، نتمنى ان شاء الله تفهموها، ونتمنى تكونوا كتسمعوني. كتبوا لي في الكومنتير باش نشوف واش الصوت مزيان. السلام عليكم خويا منير، لاباس؟ نتمنى كل شيء يتجمع باش نشرح لكم اليوم على الكونطابيليتي جينيرال ان شاء الله. صوت مزيان، صافي، شكرا. بونسوار اختي وفاء، صافا؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، وانا متشرفه بزاف بالمعرفه ديالكم. نتمنى ان شاء الله اليوم تدوز حصه زوينه وتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم اختي اميمه، لاباس عليك؟ بغيت غير كلشي يتجمع باش نبدا الحصه، باش كلشي يكون حاضر، باش كلشي يسمع اللايف ان شاء الله. بونسوار خويا عبد الله، نتمنى تكون بخير. اختي لبنى، صافا؟ كلشي مزيان؟ الصوت واش ناقص بزاف؟ الصوت ناقص بزاف. دابا مزيان. السلام خويا يوسف، صافا عليك؟ اختي لطيفه، دابا واش الصوت مزيان؟ نتمنى الصوت يكون كيسمع كيوصل لكم مزيان ان شاء الله. بغيت اخويا مصطفى غير يتجمعوا واحد شويه الناس باش كلشي يستافد ان شاء الله، وغنبدا اللايف. واش كيتقطع؟ هاد اللايف ديال اختي فاطمة الزهراء، السلام عليكم، كي دايره لاباس؟ هاد اللايف ديال الكونطابيليتي جينيرال بالنسبه للناس ديال صحاب اس ان. الكونطابيليتي من الصفر، من الاول ان شاء الله. كل نهار غندير لكم لايف غنشرح لكم فيه الكونطابيليتي حتى تفهموها ان شاء الله مزيان. الصوت مزيان. امورتيسمون ما غندويش عليها اليوم ان شاء الله، غنبدا لكم ايطاب باغ ايطاب باش كلشي يفهم، حيت كاين اللي ما عارف والو على الكونطابيليتي. غنبدا من الاول، وان شاء الله شاك جو غنبدا نشرح لكم على كلشي ان شاء الله. اليوم غندوي لكم على الكونطابيليتي، غندوي لكم في الاول على لانتروديكسيون ديالها، وغندوي على لو بيلون، غنشرحوا لكم ان شاء الله مع البلان كونطابل. وغدا غادي ندير لكم لي زيكزيرسيس ديال البلان ديال البيلون، ابري غنبقى نخدم معكم سي بي سي ولي زوتر زوبيراسيون ان شاء الله. لايف مزيان، شكرا. شكرا لك اختي زينب، شكرا اختي فاطمة الزهراء. نعم اختي حفيظه، شنو علاش سولتيني؟
فيسكاليتي ان شاء الله باقي ماشي دابا، ان شاء الله نبدا معكم كونطابيليتي ومن بعد غادي نديرو ان شاء الله الفيسكاليتي. اليوم غيكون الكونطابيليتي حيت كنشوف دابا غير الناس اللي كيتجمعوا كيسولوني على الكومونتير، انا من بعد غادي ندوي لكم ان شاء الله نبدا الدرس. نتمنى كلشي يكون كيسمعني ونتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم. بالنسبه لللايف غيكون ديما، غيكون حتى في الويكاند ان شاء الله. ميرسي بوكو اختي اميمه. كنظن واقيلا كلشي تجمع في اللايف، نبداو واقيلا ان شاء الله الكور. الكور ديالنا اليوم غادي نبداو بالنونسيون ديال بالديفينيسيون ديال لونتربريز. شنو هي الكونطابيليتي؟ نبداو بالديفينيسيون ديال الكونطابيليتي وعلاش حنايا كنديرو هاد لا كونطابيليتي، وعاد ندوزو ان شاء الله لي زيتات سانتيز اللي منهم البيلون. بالنسبه الكونطابيليتي هي واحد تكنيك، يعني كتستعملها لونتربريز باش تعرف شنو داكشي اللي كتدخل وداكشي اللي كتخرج باش تعرف الارباح ديالها. واي اونتربريز اوبليغاتوار عليها انها دير هذيك لا كونطابيليتي حيت الدوله فارضه عليهم هذيك لا كونطابيليتي من الكود ديال 988 من الكود كوميرس. دونك ضروري تكون عندنا لا كونطابيليتي. قبل من هادشي ضروري خصنا نعرفو لونتربريز شناهي. لونتربريز بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شناهي، هي شركه او مقاوله. هاد لونتربريز هي اللي كتبرودوير لي بيان سيرفيس ولا كدير لا كوميرسياليزاسيون ديالو ولا كدير لي دو، وكيكون عندها 3 ديال الفاكتور، يعني دوك الناس الخدامين يعني ريسورس هيومان، وكيكون عندها الماتيريال، وكيكون عندها لي مويان ديال الفلوس. دونك هي ضروري غتحتاج لا كونطابيليتي باش تعرف راسها شنو كتدخل وشنو كتخرج باش في الاخر تغياليزي واحد البينيفيس. هنا باش غنحتاجو لا كونطابيليتي. كونطابيليتي هي باش كيميزوري لينا داك سيرتو البيلون، راه كيميزوري لينا الباتريمون ديال لونتربريز. انا اختي تخصص ديال جيستيون دونتربريز. الصوت والصوره ناقصين، ماعرفتش واش دابا كيبان لك مزيان ولا لا. اللايف اختي غيكون ديما وغيكون مع تسعود، ديما غيكون مع تسعود، وكل نهار غنشرحوا فيه حاجه بحاجه وغادي نجاوب على لي كيسيون ديالكم من غير ديال الحصه ديال اليوم. كل حصه غادي تسولوني لي كيسيون وغنجاوبكم عليهم. بالنسبه دابا واش الصوت مزيان، الصوره مزيان، كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كتسمعوني. خويا وليد فتح الله، يمكن وقيلا القرايه معاك، يمكن في البكالوريا جو بونس. المهم انا غادي نشرح لكم نكمل لكم ان شاء الله. علاش كنديروا هاد لا كونطابيليتي؟ كنديروهم على قبل واحد الاشخاص اللي خصنا ضروري نبينوا لهم هاد لا كونطابيليتي، منهم قبل لونتربريز ضروري هي خصها تكون دايره لا كونطابيليتي، وعلى قبل لي بوفوار بيبليك. لي بوفوار بيبليك هما ليطا، هما الدوله. الدوله خصنا نعطيوها الكونطابيليتي ديالنا باش تعرف هي الضرائب اللي خاصها باش تخلصها لونتربريز، شحال خاصها تخلص دوك الضرائب اللي هما لي زامبو. يعني عندها ثلاثه ديال لي زامبو، كاينه لياس اللي هي لامبو سيغ سوسيتي، يعني الضريبه على الشركات، وكاينه الضريبه على لي روفوني، على لي روفوني ديال السالاري، وعندنا التيفيا. هادشي على قبل الدوله ضروري خاصها تكون لونتربريز عندها لا كونطابيليتي. ثاني حاجه على قبل لي بنك، لي بنك ضروري خصنا تكون عندنا لا كونطابيليتي، هما باش كيشوفوا لينا سيتوياسيون فينونسيير ديال لونتربريز، يعني باش يشوفوا واش يقدروا يسلفونا ولا ما يقدروش يسلفونا. يعني خاص ضروري هما يشوفوا واش غنقدروا نخلصوهم على داك السلف اللي غيسلفونا، واش نقدروا نخلصو لهم لي زانتيغي. حيت لا كانت بالنسبه للكونطابيليتي عندنا مثلا ناقص دوك لي مويان ديالنا الفلوس وداكشي، مايمكنش البنكه غتسلف الشركه الا كانوا عندها الفلوس ديالها ناقصين، وتقول هادي يمكن ما تخلصناش، ولكن الا كانت كتشوف عندها لي شيف زوينين وهذا ضروري غتسلفها.
وفي الاخر بالنسبه للسالاري، ولكن السالاري قلال اللي كيكونوا كيعرفوا الكونطابيليتي، ماشي كلشي كيكون عارف الكونطابيليتي ديال لونتربريز. المهم هذه غير بتيت انتروديكسيون على الكونطابيليتي، نتمنى تكون وصلتكم الفكره عليها شنو هي الكونطابيليتي وعلاش كنديروها، حيت كلشي كيقول لك واخا انا قاري كونطابيليتي ما عرفش علاش كنديروا هذه الكونطابيليتي ولاش لايقه كاع، ولكن كونطابيليتي هي اللي كدا على قبل الحاجه باش تميزيغي لينا الباتريمون ديال لونتربريز، باش تعرف شنو دخلنا وشنو خرجنا. ما يمكنش نخدمو عشوائيا، نخدمو غير هكاك، ضروري خاصنا نشوفو لونتربريز اشنو كتدخل اشنو كتخرج اشنو شرات شنو اللي ما شراتش شنو باعت شنو هادي. هذاك الشيء علاش ضروري لا كونطابيليتي، والدوله راه فارضها على كل شيء لي زونتربريز. دابا يمكن ندوزو للبيلون، حيتاش الايتاب الثانيه هما لي زيتات سانتيز، وغندير معكم البيلون، تنشدوا البيلون ان شاء الله مزيان بلي زيكزيرسيس بكلشي، وغندوزو سي بي سي ان شاء الله، وغنبقاو غاديين خطوه بخطوه. حيت انا درت لكم دابا ديال اس 1 على قبل الناس اللي غيدوزو لي زيكزام، ابري ديال الاس 2 غنشرح لكم ان شاء الله لي زاموغتيسمون داكشي ان شاء الله. نتمنى تكونوا كتسمعوني حيت ما بقاوش كيطلعوا ليا لي كومونتير جداد. نتمنى يكون الصوت مزيان. بالنسبه للبيلون، البيلون واحد الطابلو لي سامبل وغيجيكم ساهل ان شاء الله، كلشي غيفهمو حيت ماشي شي حاجه صعيبه، حيت اللي كيسمع كونطابيليتي كيصحاب شي حاجه اللي صعيبه، وهي شي حاجه اللي ساهله خصها غير براتيك شويه الخدمه، وان شاء الله كلشي غيفهمها وكلشي غيفاليديها بنقطه زوينه. غنشرح لكم كلشي باش لا تحط لكم ليكزام في اي حاجه غتفهموا كيفاش تجاوبوا، حيت الا ركزت لكم غير على حاجه وحده وخليت لكم حاجه تقدروا ما تجيبوش شي حاجه مزيانه في الكونطابيليتي وتقدروا ما تفهموهاش مزيان. نتمنى تكونوا كتسمعوني حيت ما بقاش كيوصلني لي كومونتير ديالكم. قولوا لي مزيان باش ندوز لكم البيلون، الا كنتو فاهمين هذاك الا فهمتوا هذيك بتيت انتروديكسيون كونطابيليتي علاش كنديروها وهذا، باش ندوز لكم البيلون باش نشرحو مزيان ان شاء الله. نتمنى كل شيء يجاوبني. كيوصلوني لي جيم ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف والله، شكرا على الدعم اللي كدعموني، وان شاء الله نتمنى نوصل لكم الفكره كما هي ونعطي اللي عندي ان شاء الله باش تفهموا. نتمنى ان شاء الله، شكرا بزاف بزاف على الدعم، والله الا فرحتوني، هذا اول لايف ليا ولكن والله الا فرحت، شكرا بزاف. نتمنى نكون كنشرح لكم مزيان وما كنقوش عليكم بزاف، حيت عارفه ان بنادم دماغه ما كيستوعبش دغيا، ولا غيستوعب غير واحد الوقيته وصافي دغيا غيلاشي داكشي، علاش كنبقى شويه كنهضر معاكم وشويه كنرجع نخدم معاكم باش ما تبقاوش حاسين غير بالملل وتبقاو غير في نفس الحاجه. صافي ان شاء الله دابا غندوز للبيلون باش ما نبقاش نقوي عليكم بزاف الهضره. بالنسبه للبيلون كيف قلت لكم هو واحد الطابلو، هاد الطابلو هو سامبل سهل وما فيهش زعما شي صعوبه، البيلو اسهل حاجه، هو واحد دوكيمون كونطابل كي ديكري لا سيتياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز ا ان دات بريسيز ولا ان دات دوني، حيت اي بيلو كنديروه فواحد لادات معينه اللي هو عام، عام كدار فيه هذاك البيلو، والبيلون ديال هاد العام ماشي هو البيلون ديال مثلا 2020، ماشي هو البيلون ديال 2019 ولا البيلون ديال 2022، كل عام كيكون بيلون زعما بلي شيفر ديالو بكلشي ديالو جديد. عندنا جوج ديال لي بيلون، عندنا بيلون دوفيرتور وعندنا بيلون دو كلوتور. بيلون دوفيرتور كيكون في الديبي ديال لاني في الاول ديال العام، اما بيلون ديال كلوتور كيكون في الاخر ديال لاني، هذاك باش كنعرفو صافي الاخر شنو وصلنا في داك البيلون، شنو دخل شنو خرج شنو الريزلتا، كلشي كيكون عندنا في داك البيلون. بالنسبه للبيلون كيكونوا فيه خمسة ديال لي كلاس، نتمنى تكونوا جابدين بلون كونطابل حداكم باش تجبدوا معايا في الصفحه 45 46 ديال البيلون
اللي كاينه في البلان كونطابل راه كاين فيه جوج الحوايج، غادي تلقاو اكتيف اي باسيف. اكتيف على الجهه ديال اليسر وباسيف على الجهه ديال اليمين. شنو هما اكتيف وباسيف؟ هاد اكتيف وباسيف هما لي زومبلوا ديال لونتربريز ولي ريسورس ديالها. الباسيف هما لي ريسورس ديال لونتربريز. لونتربريز شنو عندها؟ بحال مثلا راس المال كابيتال، بحال مثلا لي ديت اللي خداتهم من عند الفورنيسور ديالها، بحال مثلا لي زومبرانت اللي خداتهم، الكريديات اللي خداتهم من عند البنكه. هادوك كيبقاو فلوس، كيبقاو عندها كوم ريسورس بالنسبه للونتربريز، كيبقاو في الجهه ديال الباسيف. اما بالنسبه لي زومبلوا هي هما هادوك لاكتيف هو لومبلوا، هما داكشي الغوسورس اللي عندنا تما فاش استعملناه. يعني لي زومبلوا هما لي زوتي زعما فاش استعملنا داك الغوسورس، استعملناهم في اننا شرينا مثلا ماتيريال دو ترونسبور ديال لونتربريز، شرينا واحد الماتيريال انفورماتيك، يعني داكشي اللي محتاجاه لونتربريز شنو شراتو من داك الفلوس اللي كانوا عندنا في الغوسورس اللي عندنا في الاكتيف، اللي عندنا في الباسيف والاكتيف. هذا هو الاكتيف والباسيف، هذا هو البيلون. كيكون عندنا اكتيف، كيكون عندنا باسيف، المونطون ديال كل واحد، وفي الاخر كيكون لا توتال، يعني التوتال ديال كل شيء. خاص التوتال ديال الاكتيف يساوي لنا التوتال ديال الباسيف، ما خاصش يكون ديفيرونس هنا باش كيكون عندنا البيلون ديالنا راه صحيح. مهم الا كنتو جابدين بلون كونطابل راه غتشوفوا باللي كاينين فيه واحد لي كونط، غادي تشوفوا فيه هذاك الشيء، غيقدر يجيكم داك الشيء غتقولوا شنو هادشي والشينويه، شنو هادشي، شنو كيفاش هو. راه بلون كونطابل من اكثر الكتوبه يعني اللي كيتشراو في المغرب كامل، يعني كل شيء اي دار تقريبا ان شاء الله كتلقاو زعما عندها، سواء اللي يلا غيديروا ليكونومي ولا كانوا دايرين ايكونومي كتلقى عندهم بلون كونطابل. هذاك التفاتير الاحمر راه كتلقاه عند كل شيء، هذاك هو الكونطابيليتي، هذاك هو الكونطابيليتي كامله، حيت هو اللي كنحتاجوه، هو اللي كنخدموا به، كيخدموا به الشركات. وصوف فاش كتكونوا كتقراو راه كلشي كيخدموا به، صحاب لي سون، صحاب لا فاك، كلشي كيخدم به. مهم بالنسبه غتلقاو في ديك البارتيه ديال الاكتيف والباسيف، انا غنبدا لكم من باسيف حيت هو اللي غيكون في الكلاس واحد. مهم بالنسبه للبيلون فيه خمسه ديال لي كلاس. لي كلاس حيت هنا عندنا في البلون كونطابل عندنا لي كلاس، يعني كيكون فيهم غير رقم واحد في داك البلون كونطابل. بالنسبه اللي تحت منه غادي تبداو في الصفحه الاولى ديال البيلون، غتدخلوا غادي تلقاو في الاول واحد الطابلوات، غتبداو تدخلوا من الاول غتلقاو الاول غتلقاو فيه الكلاس هي اللي كيكون فيها رقم واحد، ورقم جوج كتلقاو فيه الروبريك، رقم ثلاثة هو اللي كيكون فيه ثلاثه الارقام هو البوست، أربعة الارقام هو لو كونت، وخمسة الارقام كيكونوا ولا ست الارقام كيتسموا سو كونت. مهم حنا غنحتاجو حنا لي كلاس، حنا حيت دوينا على لي كلاس غنحتاجو خمسة ديال لي كلاس. هما كاينين، كاين كلاس واحد، كلاس جوج، كلاس ثلاثة، ربعة وخمسة، وعندنا ستة وسبعة وثمانية هادوك ديال سي بي سي، وعندنا تسعود هادوك ديال هداك ديال الكونت اناليتيك، والزيرو ديال كونت لي كونت سبيسيو سبيسيفيك تما كيكونوا دوك بوحدهم. ولكن حنا دابا في البيلون غنحتاجو خمسة ديال لي كلاس، يعني غنحتاجو الواحد والجوج والثلاثة والربعة والخمسة. بالنسبة للكلاس واحد فيه الفينانسمون بيرمانون. هاد الكلاس واحد داخل في الجهة ديال الباسيف اللي قلت لكم على الجهة ديال اليسر، هاديك الجهة ديال اليسر اللي فيها لي غوسورس ديالنا ديال لونتربريز، يعني كلاس واحد. هاديك فيها الكابيتال، غتلقاو الكابيتال هو الاول اللي هو راس المال. تما هذيك الفينانسمون بيرمانون هي ا لون تيرم، كتكون في لا دوري ديالها اكثر من عام، يعني ديما فاش كنكونوا اكثر من عام كنسبقوهم هما الاولين، عاده كنتماو غاديين. المهم هذا الفينانسمون بيرمانون شنو فيه؟ فيه الكابيتال، حيت الكابيتال كنحطوه كيبقى لينا مده طويله. عندنا لومبرانت، يعني الكريدي اللي كناخذوه من عند البنكه نورمالمون راه كنخلصوه في 5 سنين، وهذا يعني كيكون ديما فوق من عام، ما كيكونش قل من عام لومبرانت. يعني ديك البنكه فاش كتسلفك مثلا قرض فيه 3 سنين ولا 5 سنين ولا شحال، كتبقى تخلص كل شهر ديك التخيطه ديالك، دونك هذاك كيكون دوغابل، يعني فيه بليس دان نو داك لومبرانت. وعندنا حتى لي ديت ديال الفورنيسور، لا لا
سمحوا لي الديت كاينه في السيركيلون. المهم عندنا في الاول غير لومبرانت وعندنا الريزولتا وعندنا الكابيتال، هادوك يكونوا ديغابل بلوس دانمون. هادي بالنسبه للفينانسمون بيرمانون. ملي كنجيو في الكلاس واحد ضروري كندوزو لكلاس جوج. كلاس جوج هو اللي كاين في الجهه ديال الاكتيف. الكلاس جوج هو اللي فيه اكتيف ايموبيليزي. هذاك اكتيف ايموبيليزي كتلقاو فيه هادوك لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل فينانسي. هادوك كيكونوا عندنا بلوس دان نو، يعني ملي كنشريو واحد الفواتير ولا ترونسبور ماتيريال ترونسبور ولا ماتيريال دانفورماتيك كنستعملوه مده ديال اكثر من عام، تما غيكون عندنا في الجهه ديال البيلون، يعني غيكون في دوغاب، يعني كنحطوه في الكلاس جوج في الجهه ديال الاكتيف اللي على اليمين. حيت كيفاش جاي البيلون جاي على شكل بحال هكا خمسه، يعني ها الفينانسمون بيرمانون الكلاس واحد، ها الكلاس جوج ديال اكتيف ايموبيليزي، كنهبطوا لتحت كنلقاو اكتيف سيركيلون. على السيركيلون حيت داير على السيركيل زعما جاي على الدائره، يعني داير يعني دغيا كتسالي المده ديالو كور تيرم، ما كيكونش لون تيرم، كيكون المده ديالو قصيره، كنستعملوه في واحد لا ديغي قصيره. كيكون عندنا بحال ستوك ديال مارشانديز، ما كنبقاوش مارشانديز نستعملو واحد المده طويله داك ستوك، يعني كيسالي هاد ستوك كندخل واحد ستوك اخر. حتى الكليان مثلا كنكونو كنتسالو الكليان شي فلوس كنقول ليه شوف اسيدي قل من عام خاصك تعطيني الفلوس ديالنا، راه حتى هو كيخلصنا في قل من عام، كيكون هذيك الساعه سيركيلون. اما بالنسبه فاش غندوزو دابا لهاد الجهه اللي هي الباسيف سيركيلون، تما عندنا لي ديت ديال الفورنيسور. الفورنيسور كيف ما حنا حنا كنقولوا للكليان خاصك تخلص قبل من عام، حتى الفورنيسور حتى هو اللي كيكون مسلفنا كيقول لنا خاصكم تخلصوني قبل من عام، كيكون حتى هو سيركيلون في اكور تيرم قبل من عام. ايوا كنجيو في الكلاس خمسة اللي هو جامعهم بجوج، جامع الاكتيف والباسيف. هذا كيكون فيه كونت ديال تريزوري، كيكون تري كور تيرم حيت فيه الفلوس، فيه البنك والكاس، كيكون تما الفلوس. الفلوس دغيا كتكون كتدخل وكتخرج، يعني كتكون تري تري كور تيرم. هادو بالنسبه لي كلاس اللي كاينين في البيلون. بالنسبه حنا غنبداو دابا، انا قلت لكم اون جينيرال لي كلاس، ابري غنديتاي غندخل معكم في لي ديتاي باش تفهموا كل حاجه على كل حاجه كيفاش دايره. انا اليوم عارفه كندير معكم الهضره تقدر تكون شويه كتجيكم ثقيله، ولكن غدا ملي غنبداو لي زيكزيرسيس ان شاء الله غتفهموا دغيا، غنعطيكم لي زيكزيرسيس دغيا غتخرجوا داكشي، غادي نخرجوا مجموعين ان شاء الله يجيكم داكشي ساهل. بالنسبه سميتو الفينانسمون بيرمانون اللي قلنا، حنا دابا غنمشيو للجهه ديال الاكتيف نبداوها كامله، غنديرو فيها 2 و 3. المهم الجهه الاكتيف اللي فيها على اليمين هي لي زومبلوا، فيها الكلاس 2 وفيها كلاس 3 وفيها كلاس 5. بالنسبه للجهه اللي على اليسار اللي هي الباسيف، فيها الكلاس 1 فيها الكلاس 4 وفيها الكلاس 5 باش تعرفوا شنو كاين. حنا دابا اللي غندويو غندويو على كلاس جوج وثلاثة وخمسة اللي في الاكتيف. مهم الجوج هي اللي قلنا اكتيف ايموبيليزي. اكتيف ايموبيليزي يقدر يكون انكوربوريل، شي حاجة ماشي ملموسة، شي حاجة فحال بروفي ديال لونتربريز، شي حاجة فحال شي ايموبيليزاسيون انون فالور، يعني كيكونوا شي حاجات اللي ما كنشوفهمش بعينينا. بالنسبه لي موبيليزاسيون كوربوريل اللي كيكونوا بزاف غتلقاهم بزاف في البيلون كتستعملوهم، غتلقاوهم بزاف في الكونطابيليتي وفي البيلون، غتلقاو بلي اننا كنستعملو بزاف ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، يعني هادوك لي ماتيريال حيت كتشريهم لونتربريز وكيبقاو عندها مده طويله ضروري كنخدمو بهم بزاف، حيت اي اونتربريز كتشري هادوك لي ماتيريال. بالنسبه الجهه ديال هذا الكلاس جوج، هذا قلنا ا لون تيرم لعقلتو قلنا كيفوت عام. دابا ندوزو لكلاس 3 اللي هي اكتيف سيركيلون اللي هي قل من عام. هذيك اكتيف سيركيلون اللي قل من عام فيها المارشانديز، يعني ستوك ديال المارشانديز ستوك، وفيها كريونس كريونس اي كليون، يعني هذيك كريونس كليون اي اوتر، وما لي كليون كنقصدو بهم لي كليون لي كيكونو كيتسالونا شي حاجة مثلا، باقي ما خلصوناش فواحد المارشانديز ولا باقي عطاونا شي حاجة وباقي ما كملوش لينا، هداك كيكون ديال كريونس ديال كليون.
اما بالنسبه للستوك ديال المارشانديز فاي شي حاجه بقات عندنا في ستوك راه كتكون دغيا كتخرج كتمشي وكتخرج يعني ما كيبقاش فيكس ما كيبقاش عندنا ستوك ديما ستوك راه كيدخل عندنا هكا كنخرجوا داك ستوك كنعاودوا ندخلوا يعني ما كيبقاش ستوك فيكس بالنسبه هادو كيكونوا سيركيلون دايرين يعني دايرين على العام قل من عام ما كيفوتوش العام هادو باينين وفي الاخر عندنا الكلاس 5 اللي هو التريزوري اللي هو لي بانك او لي كيس يعني البنكه ديال لونتربريز كتحط الفلوسه في البنكه سواء في البنكه سواء في لاكيس تما حنا كملنا هاد الاكتيف غندوزو للباسيف اللي هو الغوسورس ديالنا قلت لك هذوك الفلوس اللي كيكونوا عندنا كنستعملهم في دوك لي زامبلوا دابا هاد الباسيف هما لي غوسورس كتب وحده باسيف كتساوي غوسورس وكتب وحده اكتيف كتساوي امبلوا باش تعرفوا شنو المعنى ديالها والبيلون راه هو واحد الدوكيمون كونطابل واحد الطابلو اللي كيعطينا السيتياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز وكتكون كيدار في واحد لا دات دوني يعني انو كل عام كنديروا البيلون ديال لونتربريز البيلون دوفيرتور والبيلون دو كلوتور هادشي كنعاودو لكم باش تعاودوا تذكروا باش ما تنساوش اللي باقي ما نوطاش ينوطي معايا بالنسبه ل انا عرفت قويت عليكم شويه ولكن ان شاء الله نتمنى تكون ندخل لكم شي ايدي تعرفوا شنو كيفاش غادا الكونطابيليتي وشنو البيلون بديت لكم بالبيلون حيت هو الاول وحيت هو ديجا ساهل ما غاديش ياخذ لينا بزاف الوقت باقي لينا حوايج اخرين غادي نفهمهم اكثر ان شاء الله بالنسبه للجهات الباسيف دابا نكمل لكم الباسيف عندنا فيهم الكابيتو بروبر يعني الجهه ديال الفينانسمون بيرمانون فيها لي كابيتو بروبر كابيتو سوسيال كابيتال سوسيال ريزيرف ريزولتا نت هادو كاملين كيكونوا الون دوري كيبقاو مده طويله يعني كيضربوا لينا العام وكيفوتوه هنا كنديروهم في الجهه ديال الباسيف يعني اي واحد بغى يبدا شي شركه كيكون عنده واحد الكابيتال كيحطوا لينا في الباسيف كيمشي اسيدي يتسلف من عند البنكه كيتسلف من عندها واحد الفلوس يعني كيكون ديجا هو عنده الكابيتال خصو يكون شويه طالع شويه على لي ديت اللي باغي يطلب على لي ريزون برينس كيمشي مثلا عنده واحد الفورنيسور كياخذ من عنده هذيك لي ديت صافي دونك هادشي كامل هذوك لي ديت راه كيكونوا في سيركيلون والاخرين كيكونوا في ديورابل دونك هادشي كامل خصو يكون عندنا التوتال ديال الاكتيف كيساوي لينا التوتال ديال الباسيف هنا كيعطينا لو بيلون نتمنى كلشي يكون فهم هذا الدرس بلي راه ان البيلون فيه 5 كلاس وانه كي ميزوري لينا الباتريمون ديال لونتربريز وكي كي كنشوفوا به الريزلت ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز ونتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي الكونطابيليتي وعلاش كنديروها وشكون هما الناس اللي كيشوفوا الكونطابيليتي ديال لونتربريز ديالنا دابا دويت لكم على البيلون كوم ايدي جينيرال باش تعرفوا عليه فكره وباش تشوفوا البلون كونطابل صفحه 45 46 غتشوفوا فيه بلي فيه جوج تجويه غتلقاو الاكتيف والباسيف باش تاخذوا تعرفوا كيفاش غادي البيلون الناس اللي جداد والناس اللي ما تيعرفوش حتى الناس اللي قدام راه غير يرجعوا يتذكروه باش ينساو شي حاجه بالنسبه صافي هذا هو البيلون اللي قلت لكم غنشرح لكم نتمنى تكونوا فهمتوه وبالنسبه للبلون كونطابل راه قلت لكم كيفاش غادي ملي تشوفوا ديك اولا كبيره كيف كنا كنقراو في الشمعيات ولا في دوك الدروس كان كيقول الاستاذ كتب اولا كبيره ديك اولا كبيره كتكون فيها غير رقم هذيك راه هي الكلاس كتسمى كلاس هذيك اللي تحت منها فيها غير جوج الارقام هذيك كتسمى روبريك اللي كيكون تحت منها كيكونوا ثلاثه الارقام كيتسموا بوست اربعه الارقام ملي تشوفوا اربعه ديال الارقام ديال الكونت كيتسموا كونت وخمسة ستة تما كيتسموا سو كونت في البلون كونطابل حيت البلون كونطابل ما يمكنش غادي تشوفو في الاول غتقول شنو هو هذا الشيء خصك تعرف ليه لي كود تعرف ليه هذاك الشيء ديالو شنو هو باش ان فوا كتقرا تشوفو كيجيك داك الشيء زعما عادي كتولي تشوفو بحال شي حاجه اللي عاديه ماشي بحال في الاول كتشوف هذاك الشيء كيبان لك داك الشيء صعيب كيبان لك داك الشيء شنو هو ما كتفهم والو مهم نتمنى تكونوا زعما خديتوا فكره ونتمنى تكتبوا لي في الكومونتير اشنو فهمتوا شنو اللي مازال ما فهمتوش باش نعاود نشرح لكم وبغيتكم انا تفهموا مزيان واخا نعاود من الاول ما عنديش مشكل المهم تفهموا ان شاء الله وكل شيء يكون خارج من هذه الحصه فاهم وخيت شي فكره
باش الحصص الاخرين نخدمو لي زيكزارسيس وداكشي نخدموهم عاديين مش بقاوش لاقين شي مشكل. لي كومونتير اللي ما بقاوش كيوصلوني ما عرفتش علاش. ياك باقيين كتسمعوا اللايف باقي زعما الصوت مزيان نتمنى تكونوا كتسمعوني حيت ما بقيتش كنشوف لي كومونتير وما بقيتش كنشوف لي جيم ديالكم. ما عرفتش واش باقيين كتسمعوني ولا لا. نتمنى تردوا عليا في الكومونتير. نتمنى تكتبوا ليا. شكرا بزاف. يلا بداو كيطلعوا عليا باش نشوف. يلا بداو كيطلعوا ليا ولكن طلعوا ليا الاولين باقي ما طلعوش ليا جداد ما عرفتش علاش. نتمنى وديروا الكومونتير ونتمنى وتجاوبوني باش نعرفكم واش فهمتوا ولا شنو باش نشوف راسي واش نعاود ولا شنو ندير معاكم باش تفهموا مزيان ان شاء الله. انا راه حاسه بكم راه حتى انا كنت طالبه وحتى انا عارفه الاجواء ديال لي زيكزاما والوقت ضيق شويه وخصكم تفهموا الكونطابيليتي جينيرال شويه كتجيكم بالنسبه لكم اللي اول يلاه اول مره كتجي شويه قاصحه وصعيبه ولكن ان شاء الله غتجيكم من بعد سهله ان شاء الله. غير الواحد يدير المجهود اللي عليه والكمال على الله سبحانه وتعالى. انا غادي نحاول ندير اللي عليا معاكم ان شاء الله وانتم حتى نتوما غادي تراجعوا وتخدموا ان شاء الله غيكون غير الخير. نتمنى ديروا لي لي كومونتير ونتمنى تجاوبوني باش نعرف واش فهمتوا فين زعما باش نعرف راسي واش غدا معاكم مزيان ولا شنو. مابقاش كيطلع ليا حتى شي نتمنى تكتبوا لي لي كومونتير. المهم اليوم هذا هو الكور اللي درت لكم ديال الكونطابيليتي. ابخي غدا ان شاء الله غادي نكمل لكم على قبل البيلون الا كانت ناقصه شي حاجه وغندير معاكم حتى لي زيكزارسيس غنوجدهم لكم ديال البيلون باش تخدموا عليهم ان شاء الله. نقدر نلوحهم لكم هنا في الباج وغادي نخدم معكم في الاول شي اكزرسيس ولا جوج تفهموا كيفاش غادي البيلون ابخي نلوح لكم لي زيكزرسيس. نتمنى نشوف الكوريجي ديالكم ونشوف داكشي انكم فهمتوا داكشي غادي معكم مزيان باش ما ناخذش لكم بزاف من الوقت ديالكم وندوزوا لحوايج اخرين باش تفهموا الكونطابيليتي جينيرال مزيان متاخدش لكم بزاف الوقت باش باقي لكم لي موديول الاخرين خاصكم تبريباريوهم ان شاء الله. نتمنى كلشي يفهم معايا مزيان. انا غنرجع نشوف الناس اللي صيفطوا لي لي كومونتير اللي قبل باش نشوف نجاوب على لي كيسيون الناس اللي ما شفتش ليهم لي كومونتير. بالنسبة لأختي لميا قالي بالنسبة للايف غيكونوا حتى في الويكاند ان شاء الله حيت عارفة الوقت قصير وما بقاش لكم زعما بزاف ان شاء الله باش حتى الويكاند باش تفهموا مزيان. الويكاند نقدروا نديروا فيه دي ريفيزيون نقدروا نشرح لكم لي كور على حسب نتوما نشوف شنو بغيتوا واش اللايف غيكون ديما ولا كيفاش واش من وقت. الله يحفظك. بالنسبه اللايف غيكون ديما ان شاء الله مع تسعود كل نهار هاد الايامات غادي تشوفوا اللايف مع تسعود ان شاء الله. غادي نشرح فيه الكونطابيليتي من الاول حتى الاخر ان شاء الله الكونطابيليتي جينيرال. اختيش من تخصص انا جيستيون دونتربريز دائما مع تسعود. الله يبارك فيك حتى انت اخويا اخيل شكرا لك. اختي هاجر التخصص ديال هاد اللايف غيكون كونطابيليتي جينيرال. السلام خويا عبد العزيز نتمنى تكون بخير. السلام خويا امين صافا عليك. لي كومونتير جداد ما بقاوش كيطلعوا ليا انا كنشوف غير القدام ما عرفتش واش كيتحبسوا هاد لي كومونتير هنايا ولا شنو.
الصوت ما عرفتش واش الصوت كيوصلكم مزيان ولا لا، كتسمعوا الصوت مزيان؟ نتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان، ونتمنى نكون شرحت لكم الكور اليوم مبسط وما خديتش وقت لكم بزاف باش تفهموا، حيت كيقول لك ما قل ودل باش تفهموا غير الايدي وتاخذوا ايدي جينيرال على الكونطابيليتي شنو هي وداكشي، باش نبداو ملي ندخلوا للتمارين تما غتفهموا داكشي مزيان، حيت ديما كيبقى البراتيك هو شي حاجه اللي باش كتفهم هذاك الموديل، حيت الهضره في الاول كاين اللي ما كيعجبوش الهضره كاين اللي كتعجبو، ولكن بالنسبه لي زيكزيرسيس هما اللي كيخليوك تشد هذاك الموديل مزيان ان شاء الله. حنا غنبقاو ديما حنا كور باش تفهموا تاخذوا ايدي، وضروري زيكزيرسيس هما اللي كيخدموا مزيان باش تفهموا معنا مزيان الكور ان شاء الله. ونتمنى نكون وصلت لكم الفكره هادشي زعما بدايه، نتمنى نكون زعما كنت عند حسن الظن ديالكم. انا لي كومونتير ما بقاوش كيوصلوني، وكنشكركم كاملين حيتاش حضرتوا اللايف وحيتاش شجعتوني بلي كومونتير ديالكم بلي جيم بكل شيء زعما، صراحه شكرا. انا اول مره ولكن صراحه فرحت بزاف حيت على التشجيع ديالكم وعلى حسن الانصات ديالكم، والله هذا شرف ليا كبير انني زعما كنشرح لكم من هذا الشيء، والله الا انا فرحانه بزاف حيت شجعتوني، والله الله يوفقكم يا ربي، وان شاء الله ينجحكم، وان شاء الله هاد لي موديل كاملين تفاليديوهم ان شاء الله بمونسيون ان شاء الله، علاش الله ان شاء الله، حيت واحد مادام كيسعى للخير ان شاء الله، ومادام هو كي باغي العلم الا ربي كيسهل عليه ان شاء الله، وانا عارفه كلشي كيكافح سيرتو في لافاك، يعني انت كتقلب على المعلومه، ولكن ربي غي ان شاء الله غادي ينجحكم وغادي يوفقكم في حياتكم ان شاء الله. نتمنى كل شيء ينجح ولي زيكزامو على الابواب، نتمنى كل شيء يسمع اخبار زوينه وتدخل عليه هذا العام ان شاء الله بالفرح والنجاح، وباش ما كيتمنوا ان شاء الله. مهم يمكن دابا وقيلا غنسالي لو لايف الا كانت ساليت المعلومات، انا بغيت غير نعرف الاسئله ديالكم تساؤلات كل شيء باش ديك الساعه عاد نحبس اللايف ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، واخا غير فكره واخا غير شويه، نتمنى تكون خديتوا فكره خديتوا شويه ديال المعلومات، نكون قدرت نوصل لكم المعلومه، هذا هو المهم ان نقدر نوصل لكم المعلومه وتفهموا ان شاء الله يا ربي. نتمنى واخا انا كيوصلوني لي جيم والقلوب ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف والله فرحتوني بزاف، اللي كومونتير ما بقاش كيطلعوا ليا ما عرفتش علاش، ما عرفتش مناش، ولكن بالنسبه لي جيم ديالكم والله الا كيوصلوني، وشكرا لكم بزاف بزاف اي واحد فيكم دخل لايف، وحتى الناس اللي باقي ما عرفوش، المهم نتمنى كلشي يبقى يحضر باش كلشي يفهم ان شاء الله. راه كندير انا حتى لتسعود، يعني في النهار خدموا داك لي موديل اللي عندكم، في العشيه خدموا الكونطابيليتي بلي زيكزيرسيس، ان شاء الله كلشي غيفهم وكلشي ان شاء الله غيفاليديها، ونتسمع عليكم ان شاء الله اخبار زوينه ان شاء الله يا رب. بغيت غير نشوف الكومونتير ديالكم نعرفكم واش فهمتوا داكشي، ونسالي اللايف ما عرفتش علاش ما بغاوش يطلعوا لي لي كومونتير، قولوا لي شنو غندير. دابا صافي انا غندير اونغوجيستري اللايف ان شاء الله، باش اللي ما شافش اللايف غيشوفو، غنحاول اونغوجيستري باش كلشي يتفرج فيه، حتى اللي ما كانش عنده الوقت ولا اللي خرج من اللايف يتفرج فيه. بالنسبه صافي غنسجل لايف، كونوا هانين راه بداو كيطلعوا ليا لي كومونتير ديالكم، غنسجل لايف و
وغيبقى هنايا باش اللي ما شاف شي حاجه يعاود يشوف اللايف ويعاود يشوفه مره جوج باش يبقى عاقل على داكشي ويشد معاه البلان كونطابل. ضروري حطوا حداكم بلان كونطابل وحطوا حداكم ورقه وستيلو نوطيو داكشي اللي معلومات وهذا باش غدا باش نخدموا البيلون نخدموه مزيان بالاكزرسيس وداكشي ما تلقاوش حتى شي مشكل ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون امسيه زوينه. وانا دابا غنخرج من اللايف وغادي نونغوجيتري ان شاء الله باش يبقى ليكم وتستافدوا ان شاء الله اكثر. بون كوراج ليكم وان شاء الله تفاليديو كاملين الامتحانات ودوز عندكم ان شاء الله كلشي بخير وعلى خير. السلام عليكم.